الأسعار عايزين تسيطروا عليها. الحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. الموضوع بسيط يعني. ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعصف بالمصريين بعد أن وصلت أسعار الخضروات إلى نسب قياسية واللحوم لمعدلات جنونية. الآن ترتفع أسعار السلع الأساسية لأرقام غير مسبوقة. أزمات هي الأولى من نوعها ضربت المواطنين المصريين على مدار العام، فقد شهدت الدواجن أزمة كبيرة بسبب ارتفاع سعرها منذ فبراير الماضي بعد وقف استيراد الأعلاف من الخارج بسبب أزمة نقص الدولار التي ضربت البلاد، وهو ما دفع المواطنين المصريين للجوء إلى بدائل أرخص مثل أرجل الدجاج. ثم فوجئ المصريون بأزمة أخرى بسبب ارتفاع سعر الزيوت النباتية بداية من شهر مارس، وظهرت لأول مرة زيوت روسية رخيصة الثمن بمجمعات الجيش. فقد نجحت الحكومة المصرية في استيراد 95% من احتياجات السوق المحلي، كما شهدت أسعار البصل أزمة كبيرة أيضا بسبب ارتفاع سعره لمعدلات قياسية، فقد وصل في بعض محافظات الجمهورية إلى 40 جنيه للكيلو الواحد. والبصل من السلع الأساسية في كل البيوت المصرية، مما سبب غضبا شعبيا لدى كل المواطنين، لتقوم الحكومة على الفور بمنع تصديره للخارج لتخفيض سعره محليا لكن بلا جدوى، فما زالت أسعار البصل مرتفعة حتى الآن. كذلك شهدت أهم السلع الغذائية ارتفاعا في سعرها بشكل جنوني، فقد وصل سعر كيلو الأرز في محافظات الجمهورية إلى 30 جنيه فضلا عن نقصه في الأسواق. ويرجع سبب تلك الأزمة إلى إجبار الحكومة للفلاحين لتوريد الأرز للتموين بأسعار رخيصة، وهو ما جعل الفلاحين يصدرونه للخارج طمعا في التكسب. وأخيرا وليس آخرا، السجائر التي تعتبر من السلع الهامة للمصريين، فقد ارتفع سعرها بشكل غير مسبوق فوصل إلى أكثر من 100%. وقد تزامنت أزمة ارتفاع سعر السجائر مع بيع الحكومة المصرية حصتها من شركة الشرقية للدخان لشركة جلوبل الإماراتية في صفقة بلغت قيمتها 625 مليون دولار. وأخيرا يواجه المصريون أزمة ضخمة في السكر، فقد نقص في الأسواق بشكل كبير، ويصطف المصريون في طوابير ليتمكنوا من الحصول عليه. بجانب ارتفاع سعره لمعدلات قياسية، فقد وصل إلى 55 جنيه للكيلو الواحد. فهل تستمر أزمة ارتفاع الأسعار في عام 2024؟ أم تضع الحكومة المصرية حدا لها مع مطلع العام المقبل؟ شاركنا برأيك. احنا بنتكلم في كمية ضخمة جدا، عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوق في فترة زمنية مش كبيرة قوي.